حبايبي، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ هنكمل مع بعض ماكس باين 2، ذا فول اوف ماكس باين ريزيوم جيم. انا مش فاكر اخر مره احنا كنا فين تقريبا، لما تفصيله انا فاكر احنا طفينا النار، بعد كده نزلنا تحت وكنا بنجري ورا اللي هم العصابه دي اللي كانوا بيحاولوا ان هم يقتلوا ماكس باين، صح؟ فبعد كده جينا هنا تقريبا، هو لسه ماكس بيدور على مونا زي كده. انا دمي ناقص ليه؟ قال لي يا عم الدم شوي. طيب I felt like I was walking into a trap. هي شكلها تراب فعلا على ماكس. Like I was about to get caught. ايه ده انا دخت. انا دخت كهربا. المهم الموضوع ده عامل زي كأنه يعني تمثيل، يعني بصوا ده، دي مش عربية، دي ده الله خد الله. انا عايز اعرف بس هنمشي فين ولا نروح فين. دم. طيب او لا. يا سلام انت كده يعني. يا سلام يا اخي، ننزل تحت. لا انت هات لي كلاشينكوف بقى، معلش انا الواحد ايه حاسس انه عايز يقتل حد. طب نروح فين؟ ده اسانسير ده، خش جوه. مفيش حاجه، مفيش اصلا الزرار اللي بيطلع يعني هنا إيه؟ ولا ابعد. يلا. There's been no lock on the front door. I wondered why the place wasn't packed with hobos and stray dogs. واضح ان المره دي بجد يا عم ماكس، اصبر هتلاقي دلوقتي الفخ اللي بجد. يا سلام، انا دخلت بيت الرعب اللي في الملاهي تقريبا او حاجه، صح؟ ايه ده يا لهوي. هو بيت الرعب، بس انا مش فاكر اني قطعت التذكره للملاهي يا جدعان. ايه ده؟ 24 مش عارف ده الحمام يعني. وسعوا بقى. You get mad at everybody for reminding you about your reflection of your life. Allah? You're a lucky man if you can laugh at the joke. Luck and I weren't on speaking terms. افتكرت الموضوع ده بجد. Place was just too يناهوي. بس حلو الجو ده يعني، يعني لو في حد مبرمج حاجة زي كده يا نهار اسود. هنسميها حلقة بيت الرعب حرفيا. ملاهي بيت الرعب. طب انا اروح فين طيب؟ اعدي هنا؟ ايه ده؟ يعني ده المكان الصح ولا ده مجرد بس دوامة كده وعديني؟ لا مش ده المكان الصح، مفيش أي حاجة نروحها. أيوه. حاسب. ماشي. Makes you think about free will. هنروح فين طيب؟ Have our choices been made for us because of who we are. الله، مش احنا جينا هنا؟ نطلع هنا كده فوق. طيب بعد كده ما مفيش حته اروحها تاني. النطه دي نقصت دمي. التليفون بيرن. طب اعمل ايه؟ ارد. الله. يا لهوي، شغل عالي. شغل مضحك. الله. There is no escape. مقفول الباب. يا عم ههرب يا عم. بقول لك انا مفيش مخرج. متاهة دي ولا ده ايه؟ Twin sister had been killed. It must have felt like madness, schizophrenia in reverse. Your other self suddenly falling silent. We both lost our loved ones. أحزان يا عم ماكس، أحزان. أنا فاكر الصورة دي وفاكر الموسيقى دي، نفس البرنامج التلفزيوني اللي كان جاي في الأول، بس موسيقى مستفزة. ده إيه ده؟ شوية تفاح. في صوت حد بياخد دش.
You'll have to give me a lot more than that. The Inner Circle. What of it? The secret society is after everyone who knows of their existence. Come off it. Prove it. I have a contact inside. He's willing to talk. Alfred Woden? No. Anyways, I can take you to him. Okay, لقينا مونا وهتودينا في حتة كده اللي هو الراجل اللي احنا كنا بندور عليه. Let's go. The circle goes back to the centuries-old Masonic cults. Corruption and assassinations reaching all the way to the presidential level. هو الحوار طويل. هو الحوار طويل. We are here. وصلوا. طيب. You operate the elevator from here and I'll go up. I'll go up. أيوة. You're the man. يا طبعا احنا ما عندناش حريم تطلع فوق. انا مش عارف هم رايحين فين اساسا. احنا قلنا ان هم بيدوروا على عايزين يلحقوا راجل تقريبا. كانت هي بتقول ان هم عايزين يلحقوا راجل ما قبل ما يموت او هم كانوا عارفين ان هو عايزين يقتلوه حاجه زي كده. For this to work I was gonna have to trust her. ومفيش قدامنا غيرها يا عم ماكس. هو بيقول ان هو شافها هي واخده طلقه بدماغها ازاي لسه عايشه. فهي بتقول له يعني يمكن المهم. بس هي بتقول لي ايه؟ تقول لي على الليفت هنا شمال. شفتكوا. اوكي حكي 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 يا عيني اللي بعده. كان على الله. هات لي كده مسدس ده. The door's locked. مقفول. Try the door on the far right next to the large painting. You can get to Corcoran's place through the balcony. نروح لباب جنب رسمة. يعني الباب جنبي رسمة كبيرة ومنه على البلكونة. طيب ندور بقى على باب جنبي رسمة كبيرة ده. نايس. اوه حاسد. خلصانة. كمية الدم اللي هنا. فيش طيب هنا نلاقي اسمها ايه بين كيلر او اثنين واحد هنا. بيدوروا على الراجل نفسه. الراجل كبير في السن وتخين مش ده. طيب دي البلكونة اهي. ده باب ده ولا ده ازاز؟ هيبقى ده الباب. ماشي ندور على الراجل. فاضي. حمام. فيش بين كيلر. واحنا معانا خمسة بس يعني احتياطي. مفيش حاجة. نطلع السلم. ورجع. استنى كده ايه على الهادي. احنا معانا كام طلقة في كيجن كوف؟ 24. مش هتكفي. نقضيها شوت جن بامب اكشن. يلا بينا. تعالى اللي جوه ده. شفتك وانت بتستخبى. شوت زي ما انت. اخر واحد هنا. اثبت يالا. تعالالي. خلصان. اوكي قتلوه. ساد ساد. I wasn't ready to go, not without a single piece of evidence. هو ماكس بيدور على دليل. مش عارف دليل على ايه تقريبا. يعني عايز دليل على يبرأ نفسه ان مش هو اللي قتل مراته وبنته. الموسيقى اشتغلت. مفيش بين كيلر هنا ولا هنا. هي بتقول في تانيين جايين. لا 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 لا. شوت جن اختيار مش حلو. اجري بسرعه. نايس. شوت جن اختيار مش حلو من على بعد. انا ناسي ان انا ماسك شوت جن. انا اللي كاورد. طب تعالى اتكل على الله. طيب انا بس عايز اضمن اتاكد هنا عشان حسيت. ايوه اصل انا دخلت بعدين ما شفتش كويس. خمسه بين كيلر. هات لنا كده المسدسات. في حد تاني؟ في واحد هناك. سلامة. في واحد تاني هنا اهو. سلامة. الله لسه عايش. هو تقريبا انا جبت له الطلقة في رجليه بتاعت القناصة فعشان كده لسه عايش. المهم المفروض احنا دلوقتي عايزين نهرب صح؟ عايزين نمشي خلاص يعني to leave now. طيب الحمام. بين كيلر كمان. عايزين بين كيلر. مفيش. ده ايه ده؟ المطبخ. افتح هنا كده. nothing. برضه مفيش حاجة. تلاجة ما تتفتحش. اوكي خلينا بس ننجز نمشي. ننزل تحت. ايه ده؟
حبيبي على المزيكا زي ما انت. الله ايه ده؟ جه من فين ده؟ هنط من بلكونة؟ المهم انا ايه ده انتوا بتعزفوا الراجل؟ يا نهار ازرق عليكم، ايه ده ده انا افرغ فيكم الاسلحة يا جدع. اوكي ما علينا. حبيبي خلصانة يا لهو كنت هقع. طيب المفروض بقى من الباب ده، بس انا اخي خلينا نأمن كده شوية بين كيلر. هات لنا السلاح، معيش كتير في كلاشينكوف. هوبا يعني ايه انا عارف باينة قوي باينة، احنا نستناهم لما يطلعوا هما. ايوه ايه ده ايه ده ايه ده؟ بيرموا قنابل على بعض. يا نهار ازرق يا لهوي ايه ده؟ انتوا بترموا قنابل على بعض يا ابني انت هبل. سلامة، في واحد تاني؟ في حد؟ مفيش حد خالص؟ اكيد امان تمام اهو. انا حاسس ان كان في حد تاني لسه في تاني. اه مان، طب افتح الباب ده كده يمكن نلاقي بين كيلر ولا حاجه. افتح دي كده مقفوله. هو انا معايا 5 بس والله في الفايتات هنا ممكن يعني لو عملنا فايت غلط الدم كله يطير. والتشيك بوينت نبداها من الاول خالص طالما ما بدأناش يعني اللي هي اسمها مش عارف تشيك بوينت جديده، هتلاقي نفس النظام. هنا برضه مفيش حاجه. ايه 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 فين فين فين؟ تريق علي. اه قتل واحد يا ابني اثبت. ايوه زي ما انت بالتصوير البطيء الحلو ده كده. قتلوا الراجل ده عشان كده مونا بتقول لي نايس تايمينج. طيب فين بعد كده؟ اسانسير مقفول الباب ده مقفول. تعال نشوف الباب ده. نايس حمام. الله 4 بين كيلر نايس قوي، معانا 8 بين كيلر. اللعبه دي عايزه بين كيلرز كتير والله العظيم. الله 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 الحلل وقعت. طيب هات المسدس. الا احنا ما خدناش دي. هي اخرها. طب استخدمها يا عم، مال الدم على الاخر. ننزل تحت صح. في الباب ده ورا، وبتقول ورا الباب ده على طول. بس مش عايز الصوت، عايز اركز. طيب هنا الباب ده مقفول، يبقى هم هنا. هي بتقول ورا الباب دول على طول. طب هوبا مفيش حد. احنا معناش طلق كلاشينكوف كتير، نفسي يكون معنا كتير. خلاص هات السلاح ده كده. يلا فين؟ السلاح ده عشوائي زحاليق. في تاني؟ I'll check the apartment the cleaner was guarding. احنا عايزين نهرب وخلاص. ايه ده فين؟ يلا مين تاني؟ ده قاتلين واحد هنا كمان. هات يا عم كلاشينكوف. الواحد حاسس ان هو ممكن يقابل اي حد. اهو خلص ال 24 طلقه دول وخلاص. ايه؟ يا لهوي ساد. باي باي. I found a window cleaner's lift. I'm headed down. Max? Yeah. I don't know. I just ننزل من هنا كده ندوس هنا. Damn it. ايه ده؟ مونا مونا يا الله، راحوا المونا. طيب المفروض بقى ننزل كده. لا هنموت هنا، مش عارف. قنابل دي؟ ننزل هنا كده. نايس حبة حبة بس. انا ايه مش ناقص انزل، لو نزلت هضيع. يا ابن اللذينة انا مش عارف من فين اهو. ايه ده؟ Someone has got to Mona. لا لا nothing had worked out as planned. I had to find another way down to the lobby. هو بيقول يعني ان هم خلاص كده مونا ما بقتش على اتصال معاه، فمش هتعرف تقول له تروح من فين، يمين ولا شمال. هو بقى لازم يعتمد على نفسه يحاول ان هو ينزل.
هندور على مكان بقى نهرب منه. المفروض احنا ننزل تحت خالص. جهز يا ابني المسدسات، هما اكتر حاجة معانا فيهم ذخيرة الصراحة. لو الاقي بس حد معاك كلاشينكو. ايه ده؟ معاهم كلاشينكو. صوت الطلق ده كلاشينكو. ايوه اهو. نايس نايس حبايبي، يا عيني هتولي حبيب قلبي. 63 طلقة ولا حاجة. طيب نروح من فين بقى بعد كده؟ خلاص نلغي البتاع ده، ننزل تحت نكمل. هنا في حد؟ هنا في واحد واقف ورا مش شايفنا. زي ما انت يالا. الله حبيبي، تعال في تاني. نايس، معاهم كلاشينكوف هم الاثنين كمان. يا عيني ايه ده؟ الله مين ده؟ انت الكبير بتاعهم كوف مان. الله دول جايين لي بالاسم. اخلع 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 اخلع. هيقولي من فين؟ هيقولي من فين؟ خلص على طول شيل. هم دول ولا مش هم دول؟ لا مش هم دول، دول غير. يا عيني ده كلهم معاهم كلاشين كوف يا جدعان. الله تعال لي انت الكبير بتاعهم. السلامة السلامة. ايه ما بتموتش يعني؟ ما بتموتش اشتكي على الله. لاش قرف. الله ده انا والله بفتكر واحد بيفتح الاسانسير يعني حد مسالم. ديد بين اكيد هنروح مكان الاسانسير ده يعني وهندوس على الزرار. Why had she come to me in the first place? For help? For something she wasn't telling me. والله انا ما عارف يا عم ماكس. NYPD. ليه Easy. Dumbo. يا جدعان ده هو استقال. Payne, what are you doing? قبضوا على مونا. مش دي اسمها ايه؟ دي اسمها. What are you doing? The million dollar question I didn't have the answer to. ايه اللي what are you doing يعني؟ كون بيعمل ايه الراجل؟ What were you thinking? Were you thinking at all? I was following a lead. She was helping me. She is a fugitive murder suspect, for Christ's sakes. I was trying to save those people from the cleaners. The two cases are connected, mine and Winterson's. Senator Kane was killed by the cleaners. Winterson could have them both. She doesn't back you up. I was doing my job. I'm sorry to do this, Payne, but it's for your own good. Hand me your guns. I'm putting you to a desk job. Start by writing a report on what the hell happened in the Upper East. ده لسه في الاول بقى ساعه ما قبل ما يستقيل. I had stepped over the edge. The cartoon moment when the gravity waits for the coyote to realize his mistake before the plunge. Well, the end, يعني شرب اكل هو شويه بين كيلر. وني اوريدي مش عارف ايه كله كلام. اوكي معقول. I was mad at myself, at Pervora, at Mona. Was she worth this? التفكير كتير وصعب. احنا في اسم الشرطة دلوقتي. عموما اوكي لحد هنا، وعشان مدة الفيديو ياسطا مش وقت الكلام. هنشوف الحوار ده في الفيديو اللي جاي. دمتم سلامين. سلام.